مبادرة سمو الشيخ زايد رمضان الله واسع رحمته في ذلك الوقت كانت قائمة على أساس يعني التوفير على المنطقة وإذا ما يمكن أن يحدث وتبعات ما يمكن أن يحدث. الفكر الأمريكي كان قائم على قضيتين: أن أحداث التغيير في العراق سوف يقود إلى تغييرات كبيرة في المنطقة بشكل عام، بمعنى أن إيران وتركيا والسعودية وبقية المنطقة. فكان هنالك فكر أساسي أمريكي قائم على أن ضرورة إيجاد هذا التغيير في العراق لأنه سوف يقود إلى تغيير أكبر في المنطقة. سمو الشيخ زايد رمضان الله واسع رحمته كان عنده هذا الاستشعار بما يمكن أن يكون من خطورة في هذا الأمر، ولذلك قدمت المبادرة. وهنالك تسجيل سابق سمو الشيخ محمد بن زايد سمو أمير البلاد حفظه الله مع أعتقد المذيع السيلاوي من عربية، وفي هذا اللقاء سألوا بالتحديد قالوا هل كان بالفعل هنالك مبادرة؟ سموه حفظه الله قال نعم هنالك مبادرة، وهنالك 5 جولات من المفاوضات أو الحوار تمت مع صدام حسين في ذلك الوقت. هل كان الشرط اللي مطروح بأن موافقة الجامعة العربية هو الذي أعاق أو لم يعيد تنفيذ هذه المبادرة؟ أنا أتذكر سيد عمرو موسى وهو ليس معنا اليوم لكن معالي الدكتور نبيل فهمي موجود في ذلك الوقت، عمرو موسى قال ما يمكن أعامل صدام مثل شارون إنه كلاهما مطلوب منه المبادرة.